اليوم وقفة للتحريمي من طرف جمعيتين السالكتين الذكر. ونادي تفتر صحيحاتكم على دور حمد وكادي فليتفضل للمشروع. إذن شهادات خضيرية تمرح للحظة بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، وأيضا مجموعة من الهدايا بباقة ورود وباقة محبة واعتراف في هذا المسار بمدينة المحمدية. جعلت الشيء الكثير للمجال الفني بمختلف تجربياته. ويشرف سي شعيب بالحضور ديالو ويسلم مع الاخت سعاد مجموعه من الجوائز الاختصاصيه. سعاد مرحبا. على ايقاعات احواش
اللي يعرف الرياض المالي غالي كثير، والان غادي تكون مجموعه من الصوابين برئاسه السي الكوالي اللي كان ضمن هذا العقد ديال الحاج خيرية إنسانية ما ضحك فتن 150 طفل.